قالوا عنها النسخة المصغرة من أمها، وظهرت بملامحها الجميلة وشعرها الأصفر على تيك توك بفيديوهات عملت ضجة. إطلالتها الجريئة عرضتها لهجوم كبير من الجمهور، وفجأة تصدرت ترند من هي ريتاج نبيل بنت إيمان العاصي اللي قلبت الدنيا الفترة الأخيرة، وإزاي بقت مشهورة على السوشيال ميديا، وهل فعلا رفض الزواج؟ اسمها ريتاج نبيل، تبقى البنت الوحيدة لإيمان العاصي من طليقها نبيل زنوسي، واللي انفصلت عنه بعد مشاكل كتير ووصلت للمحاكم بعد يدوب 3 شهور زواج. شهرة ريتاج انتشرت بشكل كبير بعد شهرة الفنانة إيمان العاصي بدور دلال في مسلسل جعفر العمدة اللي حقق نجاح كبير وقت عرضه، والكل بقى يتشد لحياتها الشخصية. في الفترة الأخيرة كانت بتظهر هي أمها في فيديوهات وبرامج كتير مع بعض، ودخل الجمهور عايز يتعرف أكتر عليها وعن علاقتها بأبوها بعد الانفصال عن والدتها. شقاوة وخفة ظل وجمال اتمتعت بيهم ريتاج بنت إيمان العاصي، لكن ده ما منعش الناس من إنهم ينتقدوها ويتكلموا عنها، لأنها كل يوم وتاني تنشر فيديو ليها، ودخل الهجوم عليها يزيد أكتر، خصوصا بعد ظهورها وهي بترقص مع ولد في سن صغير بلبس جريء ما ينفعش تظهر بيه قدام الناس، فظهرت بجيبة قصيرة مع شاب وبترقص معاه على أغاني مهرجانات. المفاجأة بقى إن الولد ده يبقى خالها، يعني أخو الفنانة إيمان العاصي، وعنده 18 سنة، والفرق بينه وبين ريتاج 5 سنين، وإيمان بتعتبره الهدية اللي أبوها جابها لها ليهم بعد سنين طويلة، لأنه اتولد لما كانت في الجامعة. واختارت اسمه وعملت له سبوع، وكانت بتتخانق مع باباها لما كان ياخده منها، وساعتها لما الناس عرفوا انه قريبها ما تكلموش تاني عن رأسها معاه. ريتاج على طول مثيرة للجدل، وده بسبب ظهورها على السوشيال ميديا بملابس جريئة جدا، لكن لا هي ولا امها ايمان العاصي بيهتموا بكلام الناس. ريتاج مهووسة بتيك توك، وعلى طول بتشارك متابعيها فيديوهات بتقلد فيها الاشخاص اللي بيكونوا ترند، وايمان العاصي بتعتبرها صاحبتها، لدرجة لما قررت تتجوز وبنتها رفضت احترمت رغبتها وما اتجوزتش تاني من بعد انفصالها عن ابوها. ايمان قالت في كذا لقاء انها خايفة تتجوز عشان ما تخسرش حضانة بنتها، وعشان كده قررت لا هي ولا بنتها يتجوزوا ويركزوا في الشغل والنجاح في حياتهم. على طول بتلفت بنت الفنانة ايمان العاصي الانظار ليها، وفي احدى الظهور ليها قبل كده نشرت صورة ليهم قلبت انستغرام، وعلقت ايمان عليها وقالت بنتي الصغيرة امس، بنتي اليوم، صديقتي الى الابد، لا تنسي ابدا انني فخورة جدا بك واحبك اكثر من اي شيء في العالم، اتمنى لك حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة. اتفاعل مع صورة نجوم الفن، وساعتها كتبت ريم البارودي بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميها ويحفظها وتشوفيها اطيب واحن واحسن البنات، كل سنة وهي طيبة وعقبال مليون سنة. وكتبت ماي كساب حبايب قلبي والله، وكتبت انجي علاء بارك الله فيكما ما شاء الله. ريتاج كشفت في احد اللقاءات ليها قبل كده عن طبخ الفنانة ايمان العاصي، فقالت في اكلات ما بتحبش مامتها تعملها زي الملوخية والرز، لكن بتعمل مكرونة بشاميل حلوة قوي. كمان كشفت عن حاجات في شخصية والدتها وهي غضبها من الحاجات الصغيرة، زي انها نسيت الابواب المفتوحة، وعلى الرغم من الاختلافات البسيطة الا انها ورثت من والدتها رقة الملامح والقبول رغم سنها الصغير. وناس كتير شايفة ان كويس تكون علاقة الام ببنتها مبنية على الصداقة.